اهلا بكل متابعي تلفزيون اليوم السابع، وبنتابع مع حضراتكم من امبارح مشاهد الحقيقه مؤسفه اللي تعرض له المصريين في السنغال من الجماهير السنغاليه، اللي يعني بنشوف منها مشاهد غير معتاده منها. دايما افريقيا هي بلد كره القدم وبتعشق كره القدم، لكن المشاهد اللي شفناها الحقيقه امبارح مشاهد كانت اقل حاجه تتوصف بيه انها عار على الكره وعار على كره القدم وعار على افريقيا. خلونا بس نتكلم بالحقائق، نشوف مجموعه من الحقائق كده نحطها قدام عينينا. الحقيقه الاولى ان احنا بالتاكيد كنا بنلاعب فرقه كبيره، فرقه السنغال هي المصنفه رقم 18 على العالم، والمصنفه الاولى على افريقيا. ده التصنيف، دي مش مشاعرنا على الاطلاق، ده التصنيف الرسمي لدوله السنغال. فهي فرقه كبيره في كره القدم، بالتاكيد فرقه كبيره في كره القدم. مباراه صعبه، بالتاكيد مباراه صعبه، ولكن الحقيقه ان احنا لعبنا مع السنغال ماتشين في هذه التصفيات، بعيدا عن طبعا مباراه كاس الامم الافريقيه. المباراه الاولى كانت على ارضنا، سيطرنا في الشوط الاول وسجلنا هدف وضيعنا فرص كتير، والسنغال سيطرت في الشوط الثاني وضيعت كتير. لعبنا في السنغال ماتش تاني وفرقتنا كان بنلعب مش بالدفاع الاحتياطي ولا بالدفاع الاساسي، بنلعب بناس يعني احتياطي الاحتياطي، ناس حتى ما بتلعبش اساسيه، مع كل التقدير ليهم ما بيلعبوش اساسيين حتى في فرقهم. فمباراه كانت صعبه وظروف صعبه اتحطينا فيها، ومع ذلك هم سيطروا في الشوط الاول وجابوا جون، واحنا سيطرنا في الشوط الثاني وكان لينا فرص كتير، ثم رحنا لوقت اضافي كامل على ارضهم، وده بالتاكيد ميزه اضافيه ليهم، ورحنا بعد كده الى طلبات ترجيح على ارضهم، ودي برضو ميزه كانت ليهم. فقبل بس ما نذبح لعيبتنا، كل ده نحطه على جنب ونشوف بقى المشاهد اللي قدام حضراتكم. هل دي كره قدم؟ هل اللي اتعمل ده ليه علاقه بكره القدم؟ لما نشوف الجماهير والبعثه بيتعمل فيها كده والفرقه اللي قدامنا كسبانه، طب لو خسرنا كان هيتعمل فينا ايه؟ يعني ايه اللي كان هيحصل لو كنا خسرنا؟ يعني لما نشوف، عايزكم يعني تتفرجوا معايا كده على المشاهد وتشوفوا البنات والستات والاطفال والرجاله والشباب بيتعرضوا لده، والسنغال كسبانه، طب لو كانت خسرت كان ايه اللي هيحصل؟ يعني لو نعيد الفيديو من اوله يا يونس، انا وجعتني جدا صوره الست اللي طالعه بتبكي ومرعوبه ومخبيه ابنها. لو تجيب يا يونس الفيديو من اوله، مشهد يعني مش طبيعي، يعني مش قادر اصدق ان احنا نبقى شايفين الستات شايلين اطفال فيتم التعامل معاهم بهذه الطريقه عشان ماتش كوره انت كسبت فيه. اهي اهي اهي، لو تشوفوها معايا قد ايه خايفه ومرعوبه وبتبكي ومخبيه راس ابنها وانت كسبان. طيب وانت خسران، يعني كان ايه اللي ممكن يحصل للاعبتنا؟ كلكم طبعا شفتوا اللي اتعرض له صلاح، وبرده والسنغال كسبانه، طب لو كانت خسرت كان ايه اللي هيحصل؟ يعني اهو، يعني مشهد غريب الحقيقه، مشهد غريب ومؤسف ان احنا نشوف ده في ملاعب كره القدم. وانا يعني اللي هو توصل لمرحله تقول الحمد لله ان الماتش عدى كده، لان بالتاكيد حياه يعني ضفر واحد مصري يتمسك لا يغور كاس العالم، يعني بلغه كره القدم لا يغور، مش عايزين يعني. لو نكمل بقى الفيديوهات يا يونس، طبعا ده مشهد الجماهير والاعتداءات والاشتباكات اللي كانت متتاليه خلال المباراه، وده طبعا مشهد المصري اللي اتعرض للاغماء واتنقل للمستشفى بعد الاعتداء عليه برضه في السنغال. طيب كل ده في مع بلد بتكسب، هل ده بقى فير بلاي؟ يعني هل اللعيبه بتاعتنا، وانتوا طبعا تابعنا معاكم المشهد بتاع الاتوبيس بتاع مصر وهي رايحه للاستاد، ده مش تبرير، ده مش تبرير، دي حقائق بنرصدها مع بعض. احنا الله اعلم لو كنا لعبنا ماتش فير بلاي زي الماتش اللي اتلعب في مصر وزي الاجواء اللي اتوفرت للسنغال في مصر كان ايه اللي هيحصل؟ يمكن كنا خسرنا، يمكن كان دخل فينا جوان اكتر، يمكن لو الماتش اتحاد نخسر، ما بنقولش حاجه، ده كوره وبنلعب فرقه كبيره وبنلعب المصنف 18 على العالم وبنلعب المصنف الاول على افريقيا، فاحنا دي فرقه كبيره وده ماتش صعب
علينا وعليهم. مصر فرقة كبيرة، مصر عندها أحسن لاعب في العالم هو محمد صلاح، مصر عندها فخر العرب رغم أنف كل الناس اللي يعني ما صدقت تاخد فرصة للكلام ده. طبعا أتوبيس للإعلاميين وانتوا شايفين اللي بيتعرضوا ليه. فهل احنا لعبنا فير بلاي؟ لا، الحقيقة ان احنا ما لعبناش فير بلاي. طب لو لعبنا فير بلاي ايه اللي هيحصل؟ ده كلام تاني، ده كلام تاني. انما اللي حصل ده، هل ده كرة قدم؟ هل اللعيبة بتاعتنا دي كانت بتلعب الجمهور مضغوط بره ارضك؟ طبيعي، لكن انت تبقى حاسس بالامان ان انت هتخرج من البلد دي بامان. هل نفسيا كانت اللعيبه دي بتلعب وهي مطمنه وشايفه انها هتروح في امان؟ اكيد ده ما كانش حاصل. انا لسه ما جيتش بقى معاكم للليزر والتشويش والعينين وضربات الجزاء، انا رايح معاكم احنا جايبينها من الاول. احنا واحنا رايحين الاستاد اللعيبة دي حاسة بأمان؟ اللعيبة دي بتتعرض لإيه طول الطريق؟ هل ده اللي احنا عملناه مع السنغال؟ لو نجيب صورة ساديو ماني في استاد القاهرة يا يونس، لو نجيب صور ساديو ماني في استاد القاهرة وتتفرجوا معانا احنا عملنا ايه مع السنغال. ده الجمهور المصري، ده ساديو ماني وهو داخل الجمهور المصري بيرحب بيه وبيسقف له، وده اللي بنشوفه في كل العالم. يعني ده المشهد اللي بنشوفه في كل العالم. شوفوا معانا الفرق بين اللي حصل مع ساديو ماني، اتفضل وبيضحك ومبسوط وبنسقف له اهلا بيك وكل الاجواء الجميله دي، يعني شايفين الابتسامه ماليه وجهه، ده من ترحيب الجماهير المصريه وبالتاكيد كمان الجماهير السنغاليه دي هنا في مصر. دخلوا بامان، خرجوا بامان. هل ده رد الجميل من الجماهير اللي استقبلتنا والحافله اللي ماشيه طول الطريق بتتحدف بالطوب بتتهاجم بشكل مرعب؟ انا بالنسبه لي الامر غريب جدا. والحقيقه انا شوف طبيعه امبارح مجموعه من التعليقات اللي بتقول لك ايه بقى، يعني كماله الصيد في المايه العكره، ما هو اصل اللي بقى يروحوا الاستاد دلوقتي مش هم اللي كانوا بيروحوا الاستاد زمان، وودوا بقى جماهير الدرجه الثالثه الاستاد. جماهير الدرجه الثالثه على عيننا وعلى راسنا، على عيننا وعلى راسنا. ولكن جماهير الدرجه الثالثه مش مهمتها ابدا اللي اتعمل امبارح في السنغال، ولا عمر كان اللي بيحصل في استاد القاهره هو اللي اتعمل امبارح في السنغال، ولا اللي اتعمل ده الصح اللي الجماهير المصريه عملته هو الصح. الجماهير المصريه عملته هي دي كره القدم اللي بنشوفها في العالم، اللي منظر الاستاد المصري كان فيه الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه والدرجه الاولى وكان فيه كل حاجه، وده الصح. والكباين ده دي كره في العالم كله. جمهور الدرجه الثالثه مش هدفه ان هو يرعب الفريق الاخر بان هو هيفقد حياته بعد الماتش، او ان هو هيتعرض للضرب، او ان هو هيتعرض للاعتداء. دي مش الرياضه، دي مش كره القدم. ده عار على كرة القدم وعار على الرياضة، واللي بيطالبوا بكده بيصطادوا الحقيقة في المايه العكرة. اللي اتعمل في بلدنا هو الصح، وده اللي هيفضل يتعمل، وده اللي هيفضل ننادي بيه. والمشهد ده عار على كل من تسبب فيه، ولازم طبعا اتحاد كرة القدم المصري هيتقدم بتظلم، وايا كان هيقبل او لا يقبل. احنا ده مشهد عار، والنهارده طبعا شفنا كلمة عار كأس العالم دي مش جملة من اختراعنا، دي الجملة اللي حطيتها النهاردة المانشيتات العالمية صن وميرور البريطانيين. والحقيقة كان هو في رأيي هو التعبير الأدق على اللي حصل امبارح. اللي حصل امبارح فعلا كان عار، دي مش مبررات. وانا بقول لحضراتكم اهو، يمكن الماتش لو اتعاد نخسر 2-3 و4 ادي، والكرة فيها كل حاجة. ريال مدريد هو في عز تألقه بيتغلب من برشلونة، لسه شايفين من أيام ياما فرق صغيرة طلعت فرق كبيرة، هتحصل وبتحصل، مش دي القضية، مش دي القضية. إنما هل إحنا لعبنا مبارح جيم فير؟ هل إحنا لعبنا مباراة فيها روح رياضية حقيقية؟ ضرب للأتوبيس اللعيبة وهم رايحين، مهاجمة لصلاح أول ما نزل من الطيارة ماني ماني، ضرب للجماهير المصرية في المدرجات، اعتداء على اللعيبة بشكل إصابات متعمدة، والحكم يرفض يروح يشوف الفار. حتى لو شفتوا الإصابة بتاعت عمر جابر بيقول للحكم طب شوفها، يشاور له على عينيه بص عليها على الفار، رفض إن هو حتى يراجع الفار. ضرب لصلاح بعد الماتش والفريق، أو اعتداء على صلاح بعد المباراة والسنغال كسبانة. الليزر بقى، الليزر ده يعني ان احنا عمرنا ما شفنا زيزو بيضيع. يعني سيبكم من صلاح، عشان ايه؟ الهجمه على صلاح ممنهجه، يعني الهجوم على صلاح ممنهج وواضح. طب صلاح ضايع، زيزو عمرنا ما شفناه بيشوط كده. يعني صلاح وزيزو يضيعوا اول كورتين،
ومع ذلك يا عم قول لي الليزر ملوش لازمه، خلاص حطيته ليه؟ يعني ممكن يشوطوا ويضيعوا مش زعلانين، بس ما يبقاش ده المشهد، يعني ما يبقاش ده المشهد، يشوطوا ويضيعوا عادي جدا. ميسي ضيع ضربات جزاء، ورونالدو ضيع ضربات جزاء، وكل لعيبه العالم ضيعوا ضربات جزاء، وهيضيع، وماني ضيع ضربه جزاء في مباراته معانا في كاس الامم الافريقيه، ولكن ما يبقاش ده المشهد. الله اعلم لو شاطها من غير ايه اللي هيحصل، ولكن ده مش في الكوره، ده لا عرف كوره ولا رياضه ولا ليه اي علاقه من بعيد او قريب بالرياضه، ولا افتحوا الملاعب للجماهير تخش تضرب وتكسر عشان نخوف السنغال، لا وما يحصلش. ومصر اتعاملت بتاريخها وبعراقتها وبوجهها الطيب، اللي يخش فيه ماني ويتشال على الراس ويطلع متشال على الراس لانه لعيب كبير، كان الصح ان صلاح كمان يخش متشال على الراس ويطلع متشال على الراس لانه لعيب هو الافضل في العالم مهما حصل، مهما حصل هيفضل صلاح هو الافضل في العالم حاليا، مش بالكلام ولكن بلعبه ومجهوده وبكل اللي بيقدمه. زي ما انتم شايفين اهو الشناوي واقف، يعني كل الليزر اللي في السنغال موجه على وشه، يعني كنا لسه بنهرج مع ناس زمايلنا قلنا احنا حسينا ان الليزر كان بيتوزع على التذكره، فهو برضو يعني الموضوع غريب، يعني الموضوع غريب، المشهد غريب، يعني هي كل الناس فجاه دخلت لقيت الليزر في ايديها، وبرضو يعني في ايه، يعني المشهد غريب. فاحنا كنا حسينا ان الليزر بيتوسع على التذكره، ده الاحساس اللي جالنا، يعني ما بقولش ان ده حقيقي اكيد، معرفش يعني معرفش الجماهير كانت بتفكر في ايه يعني، ولكن شفنا ليزر في ماتش دوري هنفهمه، في ماتش كاس هنفهمه، في فرقتين مش عارف ايه ماشي، في دوري درجه تانية هتعدي، من 5-6 سنين كنا بنشوف حاجات زي كده، بس مش بالكميه دي ومش بالطريقه دي، ومش في ماتش مؤهل لكاس العالم، ومش فرقتين كبار بحجم وبتاريخ مصر والسنغال. يا عم ما هو ما لعبناش كوره، خلاص ماشي، بس نلعب يعني 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 يعني, يعني مش عارف، ما زيزو لما نزل الماتش اختلف وضيعنا فرص كتير، وهم يعني في الشوط الاول عندنا في مصر كانوا لعبوا، ما احنا كنا ماسكين الكوره 24 ساعه بعدين مسكنا الكوره وضيعنا، الناس تقول لك اصل مش عارفين نجيب جون تاني، طب ما هم يعني عرفوا يجيبوا فينا جون تاني في السنغال، ما هم ما عرفوش يجيبوا فينا جون تاني، اصلهم ضيعوا، طب ما هم ضيعوا واحنا ضيعنا، ما هي الكوره كده، ما احنا عندنا الشناوي ده وحش في الجون، يعني هي الكوره كده، وحارس المرمى جزء من الفريق، يعني الشناوي هو بطل، هو بيترمي عليه الازايز، منظر غريب جدا. اصلا يعني حتى من تعيات النهارده اصلا ازاز بلاستيك ما تعملش حاجه، طب وبتترمي ليه؟ يعني حارس المرمى اللي هو واقف ده مش عارف هيتحدف عليه ايه من وراه، ده هيبقى بيلعب زي ما هو واقف عارف ان هو في امان وعارف ان هو ما فيش حاجه هتتحدف عليه، ما هو بيبقى اتحدف عليه ازازه دي ارهاب واحنا كده مغمضين عينينا، هيتحدف عليك ازازه، طب ما اللي جايه طوبه هتيجي في راسي، يعني قاعد طول الوقت بقى متوتر هتخبط بايه من هنا ولا هتخبط بايه من هنا، يعني ما هو ده بني ادم، انا قاعد متوتر ان انا اتضربت دلوقتي بازازه ميه، طب لو كسبت هيتعمل فيا ايه؟ فالحقيقي الحقيقه اللي حصل امبارح كان مؤلم ومخزي، لعيبتنا ادوا اللي عليهم وتعبوا، واحنا هنا مش بنطبطب ومش بندادي ومش بنقول كلام علشان ندافع عن حد، زعلان ازعل، كلنا زعلانين وكلنا امبارح كنا، يعني كنت بتفرج معاكم على الماتش امبارح ومشاعرنا كانت يعني في اشد حالتها، وكنا زعلانين زي كل المصريين، فزعلان حقك تزعل، متضايق حقك تتضايق، زعلان ان احنا ما وصلناش لكاس العالم حقك، شايف ان احنا كنا نقدر نعمل احسن حقك، شايف ان لو والله زيزو لو بدا اساسي ولا فلان لو اتحط صانع العاب ولا لو كنا لعبنا براكو واحد رقم 10 يربط لنا خط الوسط بخط الهجوم، كل دي افكار مدربين وكلام هنتكلم فيه انا وانت لحد الصبح، ولكن الحقيقه هل احنا لعبنا فير بلاي؟ هل احنا كانت دي الظروف اللي احنا حطينا فريق السنغال فيها اللي جه هنا متشال على الراس؟ يعني ده شكل الجماهير واحنا خسرانين. لو تجيب لنا صور الفيديو تاني يا يونس، الحقيقه يعني اللي استفزني وخلاني اعمل مع حضراتكم التغطيه دي للاعتداء على السنغال، وتحياتنا لزميلنا محمد العاصي اللي مصور الفيديو، يعني الست تطلع كده ازاي بابنها شايلاه ومرعوبه عليه. وفي بعده كمان الفيديو التاني الطفل اللي اتحدف قدامه حاجات، الشاب الصغير اللي كان لابس كام، يعني حاجه غريبه جدا. يعني بيتهيألي هو ده، اتفرجوا معايا كده تمام. بص بقى الشتايم والضرب والحاجات اللي بتتحدف،
وبنات طالعة وجماهير. يعني في واحد تاني وفي طفل بيتحدف قصاده ازازة مية، فيديو تاني كان مبعوث مع ده لو تشوفوا ايه. ده الفيديو بتاع السيدة، ايوه هي دي اللي بكلمكم عليها، دي الحقيقة اللي وجعت قلبي جدا. وبعديها في فيديو تاني للشاب الصغير اللي بيتحدف قدامه ازازة مية. ف يعني خلونا نرجعوا مع حضراتكم، لان فعلا فيديو يزعل ويوجع القلب. هنعرضه على حضراتكم دلوقتي. فطبعا صحف العالم النهارده كان تركيزها الاكثر على مشهد الليزر، ويعني بعد دقايق هيبقى معانا كمان حد من اطباء العيون يقول لنا تأثيره وازاي بيأثر على الرؤية وازاي يأثر على تركيز اللعيبة وهي داخلة تشوط ضربة جزاء في ماتش هو أصلا مضغوط، وفي ماتش أنت أصلا مضغوط بالجماهير، وبالأساس حظوظ السنغال بالورقة والقلم كده أفضل، لأن إحنا النهاردة لو لعبنا عندنا هنا 90 دقيقة فأنت لعبت هناك 120 دقيقة ولعبت كمان هناك ضربات الجزاء، فأنت بالأساس ظروفك أفضل. ايوه، شوفوا الطفل ده بيحدفوا عليه ازازه الميه عامله ازاي، يا ريت ترجعها يا يونس بقى اللي فاتت دي، هو ده اللي بقول لحضراتكم عليه. بص ولد صغير طالع لابس كاب اهو، هتشوفوه حضراتكم دلوقتي حالا. تمام، يعني طفل طالع في امان الله اهو، الولد بالكاب، لا مش ده، اهو بصوا خايف ومرعوب اهو، بص بيحدفوا عليه ايه، انت بتحدف على طفل، يعني الشخص ده بيحدف على طفل، يعني طب لو كنا كسبنا هتعمل ايه، يعني حتى يعني لو شاب كبير ولا مش عارف هقول استفزه بتاع، انما بتحدف على طفل بالمنظر ده، يعني مشهد ما يتصدقش. وانا يعني والله مش كلام، بس اللي هو طب لو كنا خسرنا كان هيتعمل ايه في الناس دي، لو كنا كسبنا واخدين بقى كاس العالم من عندهم وماشيين، كان ايه اللي الجمهور السنغالي هيعمله فينا؟ اهو بص الولد اهو، يعني ولا حول له ولا قوه، والولد يا عيني اتلعب، يعني حاجه غريبه جدا. مش عارف. طبعا ده كتير بقى، يعني من ده كتير، ده الجزء اللي اتصور، يعني عايز اقول لحضراتكم لو شفتوا الكاميرا بعد كده، طبعا تحياتنا للعاصي زميل. فانا بس اللي عايز اقوله لحضراتكم مره تانية، الكلام في الكوره نتكلم في الكوره من هنا لحد بكره، حطوا بس الحقايق قدامكم، خليكم فاكرين ان الفرقه اللي بتلعب امبارح دي فريق، احنا مش بنلعب بالدفاع الاساسي ولا بنلعب بالدفاع الاحتياطي، احنا بنلعب بدفاع احتياطي الاحتياطي قدام فريق كبير، فريق كبير، فريق هو ال 18 على العالم وهو الاول على افريقيا، دي حقايق مش هنتناقش فيها. فريق احنا كسبنا هنا 1-0 وهو كسب هنا 1-0، اتاهل بضربات الترجيح، ولكن هل اللي توفر لنا امبارح ده ظروف مباراه طبيعيه؟ هل ده اللي احنا عملناه مع اشقائنا في السنغال؟ طب نرجع لصور ساديو ماني بقى يا يوسف، معلش مره ثانيه، لان المشهدين دول لازم نربطهم ببعض. لو تشوفوا، لو نحط صور صلاح جنب صور ساديو ماني، صلاح هو طالع بيستخبى وبيتحدف على راسه حاجات وبيتشتم ويوي، بده اللي احنا عاملينه مع ساديو ماني وهو داخل استاد القاهره، ويلعب يكسب مفيش مشكله، ما احنا كان ممكن كان لينا فرص هنا وكان لينا فرص هناك على فكره، ما اللي يكسب كوره ومش وما فيهاش مشاكل. هنزعل لو خسرنا وهنلوم وهنتكلم عن الكوره وهنتكلم عن كيروج واختيارات كيروج واخطاء اللاعبين وكل حاجه في الدنيا، بس نلعب كوره، نبقى بنلعب كوره وعارفين ان احنا هنخلص الماتش ده نطلع نروح الفريق اللي يكسب نقول له الف مبروك، والفريق اللي يخسر نقول له هارد لك. واحنا امبارح احنا بنتكلم مع حضرتكم بنقول ان كاس العالم كده هيخسر فرقه كبيره، الكلام على ان مصر ما بتلعبش كوره، ولو كنا رحنا كاس العالم مش عارف كنا هنعمل ايه، مش حقيقي طبعا. امال صلاح وزيزو ومرموش وتريزيجيه وقفشه وكل المواهب اللي عندنا دي بتعمل ايه؟ يعني ده صلاح وده هو ده. شكرا يا يونس وشكرا يا استاذ تامر، يعني هو ده اللي اتعمل معانا، هو ده اللي اتعمل معاهم، هو ده يعني
ليه يبقى رد رد المحبة والود والاحترام والرياضة الحقيقية بالمنظر ده؟ ما نلعب واللي يكسب يكسب. ما احنا خارجين من المباراة دي وكلنا كمصريين زعلانين من المباراة بتاعت مصر والسنغال، عاملة علينا شوط كبير في الشوط الثاني وخسرانين 1-0 وكلنا متوترين وقلقانين ومتضايقين وكل حاجة، وروحوا متشالين على الراس يعني روحوا شايلينهم على راس ورايحين مش عارفين هنصعد ولا لا، ورايحين شايفين انها فرقة قوية وفرقة عندها محترفين وكل حاجة، ما رعبناهمش وما ضربناهمش بليزر وما حدفناش عليهم ازايز مية وما شتمناهمش وهم داخلين ولا هم خارجين، دخلوا وخرجوا بأمان. فهو يبقى ده رد الضيافة ورد الكرم بتاع المصريين. جزء بس من اللي انا بقوله ده مرتبط بحملات التشويه اللي بتعمل من امبارح للاعيبتنا والصلاح والكورتنا والناس اللي عايزانا حتى يعني نبطل نحب فرقتنا ونبطل نحب الكورة، يعني نلعب ماتش بس. يعني لو امبارح ما نقدرش نتكلم على امبارح على انه ماتش ابدا، ولا نتكلم على ان شوطة صلاح هو ده مستوى صلاح في تسديد ضربات الجزاء، ولا ان ده صلاح هو داخل يشوط ضربة جزاء وعينه شايف بيه، ولا ده زيزو. يعني مش معقولة هم ضيعوا اول ضربتين، يعني الماتش كان لينا ما تزعلوش مني، يعني اول ضربتين الليزر في عين شناوي وضاعوا عند ربنا يعني، انما احنا ده مش مستوانا. طب يمكن كانت ضاعت برضو، يمكن كانت ضاعت، بس نلعب ماتش كورة ونلعب ضربات ترجيح رياضية طبيعية، وبعدين اللي يحصل يحصل واللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر. طبعا بقرا مع حضراتكم التعليقات، يعني الناس اللي بتتكلم على الحكم، حكم طبعا امبارح اداء مرعب اداء مرعب، يعني مفيش حماية لعيبتنا، اصابات بالجملة، اللي يضرب يضرب، ورغم كده انا مش واقف قصاده، يعني مش واقف قصاده، انا واقف قصاد ان حتى بس الناس تبقى حاسه انها هتروح بامان لو كسب. فزعلوا على كاس الامم كاس العالم براحتكم، الله اعلم. لو في اعتقد لو في بعض العدل المباراه دي يجب ان تعاد، لان كل اللي حصل كان فيه تجاوز بالتاكيد. يعني إن لو في مباراه قبل كده اتلغت علشان طوبه اتحدفت، اكيد الليزر في وش لعيب كره هو داخل يسدد ركله ترجيح، اكيد ده مؤثر على سير المباراه، خصوصا ان ضربتين الجزاء ضاعوا من افضل اتنين بيصوبوا ركلات ترجيح. يعني زيزو هو واخد العلامه الكامله دي، ما حصلتش يعني، دي اول ضربه جزاء زيزو بيضاعها في تاريخه، يعني ده بس حاجه حطه تحتها مليون خط. صلاح عمري ما شفته بيضيع ضربه ترجيح، يعني على قد فكره، يعني ربما يكون في حاجه واحده كده او حاجه انا واقعه من دماغي، لكن على قد فكره. فان يبقى الليزر في عيون لاعبتنا وهي داخله تشوط ضربات ترجيح، اكيد ده ياثر على سير المباراه وياثر على نتيجتها، تتعاد تتعاد، ما تتعادش، مش عايزين نتعلق بحبال دايبه، لكن في كل الاحوال احنا فخورين برجالتنا، فخورين بالمجهود اللي عملوه قدام فريق كبير على مستوى كره القدم، ولكن على مستوى الروح الرياضيه وعلى مستوى الفير بلاي واللعب النظيف، اعتقد انه محتاج يراجع نفسه كتير جدا جدا جدا. ويكفي ان النهارده صحف العالم كلها صوره صلاح وهو بهذا المشهد الغريب على كره القدم والغريب على كاس العالم والغريب علينا والغريب على كل الصحافه العالميه اللي طبعا كانت بتتابع المباراه، لان فيها نجمين بحجم صلاح وماني، وده زي ما انتم شايفين سان سبورتس البريطانية طبعا العالمية، واحدة من أهم الصحف في العالم، وهي في رأيي هي صاحبة التعليق الأبرز على هذه المباراة. نرجع لصانيا يونس وهو عار كأس العالم، شيم of the World Cup. مع الأسف كأس العالم هيتحرم من صلاح، بالتأكيد هو اللاعب الأبرز في العالم حاليا، كاس العالم هيتحرم من صلاح، وما كانش فيه مشكله ان كاس العالم يتحرم من صلاح، ولكن بلعب نظيف. كريستيانو رونالدو ما لعبش مع البرتغال في كاس العالم برضو بكوره كانت خطا وكانت كوره شهيره جدا، هو ده المشهد. لو كان الليزر مش في عينيهم يمكن كانوا ضيعوا برضو، ما نقولش حاجه،
بس انا ما شفتش كده يعني، ما شفتش كده، ما شفتش صلاح ولا زيزو ولا مصطفى محمد بيشيدوا كده حقيقة. ف ده مش ماتش كرة، واللي حصل ما كانش طبيعي. الله اعلم لو الامر كان طبيعي كان ايه اللي هيحصل. مبروك يعني، بنشكر رجالتنا، وهنفضل ورا فريقنا وورا منتخبنا، وهنفضل نحب صلاح وهنفضل ندعمه وهنفضل وراه. ربنا يوفقه، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن. وبس ليكم انتوا يعني بالراحه لنفسكم، وبشويش على مشاعركم اللي انا متاكد ان هي من امبارح كلها حزن. فيعني ده كان كلام في قلبنا مهم نقوله. شكرا لحضراتكم مره تانية على المتابعه، وهنتابع بالتاكيد تحركات اتحاد الكره المصري اللي اكيد هيكون ليه واقفه مع اللي حصل. شكرا لكم.